السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة يكون بخصوص الفلاشات. هنتعلم مع بعض ازاي نزود مساحة الفلاشة بتاعتنا. لو احنا معانا مثلا فلاشة 4 جيجا ازاي نخليها 8 او 16، ولو احنا مثلا معانا فلاشة 8 جيجا ازاي نخليها 16 جيجا او 32 جيجا. تمام. طبعا المساحة اللي انت بتحطها على الفلاشة بتقدر تشيلها بعد كده بمجرد ان انت بتعمل فورمات الفلاشة، مساحتها الطبيعية بترجع تاني، بتبقى زي مساحة مؤقتة مش بشكل دائم. طيب وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انت لو مثلا عايز تنقل ملفات لحد بمساحات كبيره ومعكش فلاشه مساحتها كبيره، بتزود مساحه فلاشتك لحد ما تنقل الملفات، وبعد كده بترجع تعمل لها فورمات بترجع مساحتها الطبيعيه من غير اي مشاكل. تمام. البرنامج اللي هنستخدمه اسمه اس داتا تول بمساحه 600 كيلو، هيكون موجود تحت الفيديو على المنتدى. تدخل على البرنامج بعد ما تحمله، طبعا بيشتغل من غير اي تسطيب، يعني نسخه محموله. تمام. هشغله من الايقونه دي. انا اول حاجه بس هوصل الفلاشه بتاعتي على الجهاز. تمام. انا كده وصلت فلاشتي اهو. بعد كده هروح اشغل البرنامج من الايقونه دي، هدوس عليه. طبعا هو في الاول ان الفلاشه بتاعتي يعني مساحتها 4 جيجا زي ما احنا شايفين. تمام. مساحتها 4 جيجا، هحولها ل 8 جيجا دلوقتي. فهروح على البرنامج وهدوس عليه كليك يمين وهعمل Run as Administrator، ودي خطوة مهمة جدا لازم تعملها عشان البرنامج يشتغل معاك بكل الاوبشن اللي موجودة جواه. تمام. بعد كده هيفتح معانا البرنامج بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. هنا بتكتب اسم الفلاشة بتاعتك، هي هنا هيبقى اسمها My Data. لو انت عاوز تغيره عادي اكتب اي اسم انت عايزه، هسيبه زي ما هو. ومن هنا بختار البارتيشن بتاع الفلاشة، هو هنا البارتيشن بتاع الفلاش حرف G، فهختار من هنا حرف الجي. تمام. بعد كده اول ما هختاره هيظهر لي هنا ان انت هتحولها ل 8 جيجا. تمام. هو البرنامج بيقرا الفلاشه 4 على طول اوتوماتيك، فعشان كده ظهر لك ان انت هتحولها ل 8. بعد ما تحولها ل 8 وتشغل البرنامج تاني هيقول لك حولها ل 16، وهكذا. كل مره بتفتح فيها البرنامج بيزود لك ضعف مساحه الفلاشه. تمام. فانت هتقول له اوكي هنا. بعد كده هتعلم على 8 جيجا. تمام. بعد كده هندوس على اي كومبريز ناو. بعد ما هتدوس على اي كومبريز ناو هتستنى لمده 2 او 3 لحد ما يخلص تزويد المساحة أو تكبير مساحة الفلاشة. طبعا ده بياخد وقت على حسب المساحة اللي انت حاططها، لأن يعني كل ما كانت المساحة كبيرة كل ما كان الوقت أكبر. تمام. بعد كده هندوس على Compress Now. كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نصبر شوية لحد ما يخلص تزويد المساحة. تمام. هيظهر لنا رسالة تحت زي ما احنا شايفين بيقول لك ما تخلعش الفلاشة بتاعتك من الجهاز بتاعك، لأن انت لو خلعت الفلاشة أو فصلتها من الكمبيوتر ممكن تتسبب في مشكلة أو في تلف الفلاشة، تتحرق مثلا، يجيلها باد سيكتور، المساحه اللي عليها تتمسح، يحصل لها اي حاجه مش هتعرف ترجعها تاني. فكل اللي عليك دلوقتي ان انت تصبر لحد ما يخلص زي ما قلت 2 او 3 على حسب المساحه اللي انت هتزودها للفلاشه بتاعتك. استنى لحد ما يخلص. تمام. زي ما احنا شايفين كده هو خلاص خلص تزويد المساحه، قال لك سكسسفولي، هتدوس على اوكي. تمام. هنقفل البرنامج ونروح على الكمبيوتر عشان نشوف مساحه الفلاشه بتاعتنا فعلا مساحتها بقت 8 جيجا زي ما احنا شايفين بعد ما كانت 3 جيجا او 4 جيجا. تمام. عشان تتاكد اكتر كليك يمين عليها واعمل لها بروبرتيز، هيفتح لك المربع اللي فيه مساحه الفلاشه. تمام. زي ما احنا شايفين هنا فري سبيس 7 جيجا. اذا احنا دلوقتي حولنا الفلاشه بتاعتنا من 4 جيجا ل 8 جيجا. لو انت عاوز ترجعها ل 3 جيجا او 4 جيجا الاصليين او المساحه الطبيعيه بتاعتها، بتعمل لها كليك يمين وتعمل فورمات. تمام. بترجع مساحتها الطبيعيه. طبعا دلوقتي انا اقدر انقل عليها اي ملفات اكتر من 4 جيجا، اكتر من مساحتها الطبيعيه، هتقبل فعلا وتقراها على اي جهاز، مفيش اي مشكله ولا اي ضرر على الفلاشه ولا على اجهزه الكمبيوتر من غير اي مشاكل. تمام. دلوقتي انا مثلا لو رحت فتحت البرنامج تاني وران از ادمنستريتور، وبعدين هيقول لي اختار بارتيشن، هختار البارتيشن بتاع الجي، هيقول لي انا هتحولها 16. تمام. اذا كل مره بتفتح فيها البرنامج بيزود لك ضعف مساحه الفلاشه بتاعتك. تمام. انت مثلا لو معاك فلاشة 8 وصلتها اول مرة هتبقى 16، بعد كده هتبقى 32، وهكذا. بس طبعا مش مساحة مش مفتوحة، يعني مش ما لا نهاية. هو اكيد البرنامج ليه رينج معين، الحقيقة انا ما جربتش، يعني هو اكيد ليه رينج معين في تزويد المساحات. المهم ان هو بيزود لك المساحة عن المساحة الطبيعية بتاعة الفلاشة. المهم ان هو بيقضي غرض ان انت عاوز تنقل ملفات اكبر من حجم الفلاشة. تمام. دلوقتي عشان نرجع الفلاشه لحجمها الطبيعي هنروح على البارتيشن بتاع الفلاشه، هندوس عليه كليك يمين ونعمل فورمات، بعد كده ستارت، بعد كده اوكي. هيعمل معانا فورمات زي ما احنا شايفين، فورمات كومبليت. خلاص اوكي كلوز. هنروح على الفلاشه رجعت تاني 4 جيجا من غير اي مشاكل ومساحتها كامله ولا في اي حاجه ضايعه ولا اي حاجه.
تمام. عايز تغير اسمها بتعمل لها كليك يمين وتعمل رينيم وخلاص كده انت ايه رجعت الفلاشه لمساحتها الطبيعيه. ده كده كان شرح بسيط لتزويد مساحه الفلاشه. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوهاش ان انتوا تصبروا لحد ما يخلص تزويد المساحه، يعني ما تروحش تقول ده الجهاز باظ او الجهاز هنج او الفلاشه باظت. لا هو مش هيبوظ ولا هيهنج، هو بياخد وقت شويه علشان يزود لك المساحه لحد ما يظهر لك في الاخر ان العمليه تمت بنجاح، اللي هي كلمه سكسسفلي بتدوس عليها بتروح تبص على الفلاشه بتلاقي فعلا مساحتها زادت. اتمنى الناس تكون استفادت معاك ويكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لهم. ما تنسوش تعملوا لايك على صفحتنا على الفيسبوك اوريجينال سوفت وير، وتعمل سبسكرايب على اليوتيوب، وتشترك في المنتدى بتاعنا عشان تقدر تتابع كل الشروحات والموضوعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.